أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استوديو اليرموك. سوف نذهب اليوم إلى عقوبة الإعدام. لماذا الآن؟ فوجئ الأردنيون اليوم بعودة التنفيذ لعقوبة الإعدام بعد أن تم تعليق العقوبة لمدة 8 سنوات. ما الجديد؟ ما الذي جرى؟ في الآونة الأخيرة تم الحديث، وربما كانت هناك مطالبات شعبية نخبوية إعلامية بإعادة النظر في تنفيذ عقوبة الإعدام. اليوم إعدام 11 متهم بالقتل، كم كبير في ذات الوقت. أسئلة كثيرة تطرح اليوم، نستضيف للإجابة عنها ضيفين كريمين علينا، الأستاذ عبد الله عبيدات، عضو النائب سعادة النائب الأستاذ عبد الله عبيدات، عضو لجنة الحريات وأيضا رئيس لجنة العمل، لكن قدمنا الحريات على اعتبار اليوم في إعدام. أهلا وسهلا بك سعادة النائب. حياك الله. يا مرحبا. كما أرحب بضيفي الأستاذ عبد الكريم الشريدة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الكريم. سعادة النائب، يعني لو بدأنا، لماذا عادت عقوبة الإعدام اليوم وبهذا الشكل المفاجئ، يعني فجأة بدون أي مقدمات؟ مساء الخير. بدون أي مقدمات، لها أسبابها ومبرراتها. يعني مساء الخير لك ولزميلي وصديقي أستاذ عبد الكريم الخال العزيز، وللشعب الأردني الحبيب، ولكل المشاهدين في كافة أنحاء العالم. كنت قد دعيت إلى محاضرة قبل أكثر من 3 أشهر في إحدى الجامعات الأردنية حول هذا الموضوع، وكنت أول من طالب لا بإعادة تنفيذ حكم الإعدام بكل من يستحق لهذه العقوبة، طبعا تطبيقا لشرع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بالقرآن بيقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال في محكم التنزيل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وبالتالي لم يشرع القصاص عبثا، جاء ليحكم أو لينظم منظومة حياة. لولا وجود القصاص أصلا لا ازدادت الجريمة أكثر وأكثر. لولا وجود حكم الإعدام أو القصاص بشكل عام لكانت هناك يعني تشجيع لعقومة ممنهجة، وبالتالي هذا ارتكاب لجريمة أكبر وأكبر. القصاص هذا تأخيره كان جريمة بحق بناء المجتمع، ليس فقط هو جريمة وهي الأكبر في تعطيل شرح رب العالمين. لماذا الآن؟ هذه قصة لها أسبابها ومبرراتها قد يطول الشرح، إلي وجهة نظر خاصة فيها، سأعود بالحديث في جزئيات الحلقة. جميل. عن لماذا الآن؟ لماذا سنعود الآن؟ أستاذ عبد المجيد، أستاذ الكريم، هل فاجأك القرار اليوم بعودة عقوبة الإعدام أم أن هناك مقدمات للمسألة؟ يا سيدي مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. حقيقة أنا لم أتفاجأ بالبدء بتنفيذ عقوبة الإعدام، ونحن حقيقة بعكس معظم مؤسسات المجتمع المدني كنا على الدوام نؤكد على ضرورة تفعيل القانون يعني كل متجاوز على القانون أو يزهق روح أنه يتعرض ويأخذ العقاب المناسب. إحنا لاحظنا خلال الأشهر السابقة كان هنالك حراك سواء من بعض الإخوان النواب أو بعض الشخصيات الوطنية كانت تتحدث عن ضرورة أنه تعاد تفعيل عقوبة الإعدام، خصوصا أنه تم توقيفها منذ عام 2006 ولغاية وقتنا هذا لم يتم أي عقوبة. وكان هنالك منذ فترة تصريح واضح وصريح لمعالي وزير الداخلية اللي أكد على ضرورة إعادة عقوبة الإعدام، ونحن نعتقد هناك دراسة في إعادة النظر ونحن نعتقد بأنه هي الآن جاءت بوقت يعني وإن كان تأخر، لأنه الأصل دائما نحن أن تفعل القانون، وهي منصوص عليها بعقوبة بقانون العقوبات الأردنية. أحيانا احنا نعتقد بأنه الإرادة السياسية كلما كانت حرة كلما كان هنالك في قدرة على إدارة البلد وقدرة على تطبيق القانون. بفترة احنا إشكاليتنا الكبيرة، وأنا دائما أحذر الحكومات وأحذر حتى بعض الأخوان في عدة لقاءات من النواب، أحذر من قضية التمويل الأجنبي اللي يسعى دائما لخلق رأي نتيجة دعم بعض المؤسسات اللي لا تعلم ماهية الشعب الأردني وعاداته وتقاليده وأعرافه. وبالتالي نحن نؤمن بأنه القصاص
ولكم في الحياة قصاصا يا أولي الألباب، لابد أن يكون كي حافظ الأمن والاستقرار ونصل لمرحلة الأمن والسلم. سنبحث يعني أيضا الحديث عن 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 خلينا نسميها فوائد استعادة هذه العقوبة. هي منصوص عليها في قانون العقوبات قطعا، ولكن يتم تعليقها لأنه بحاجة كانت لمصادقة الملك. لماذا باعتقادك سعادة النائب أنه تم توقيف عقوبة الإعدام لمدة 8 سنوات؟ هل تتفق مع الأستاذ عبد الكريم فيما يتعلق أن التمويل الأجنبي، كان هناك قوى خاصة في المجتمع الأردني، مجموعة من يعني ما الذي جعلنا نتوقف 8 سنوات؟ يعني ما هي المبررات؟ يعني هذا أمر لا يختلف عليه اثنين ولا يحتاج إلى تحليل مني الأستاذ عبد الكريم. الكل يعلم أن هناك منظمات دولية وقوة دولية بقيادة أمريكا والغرب بشكل عام لتعطيل قضية عقوبة الإعدام تحت مسميات أو تحت حجج واهية، حقوق الإنسان وما حقوق الإنسان. أنا أستغرب عندما يتم الحديث عن حقوق الإنسان وتعطل عقوبة الإعدام، أليس للمقتول حق أيضا من حقوق الإنسان؟ لو ذهبوا يعني أنا يتم مراجعتي من قبل أحد آباء المقتولين يعني قتل مجني عليهم ويعني لو سمعت أو شاهدت في عينك مدى الغل الموجود فيه، لو علمت بأنه الأمور، بجوز الأستاذ عبد الكريم يعلم عن من أتحدث وحضر معي عدة حلقات في لجنة الحريات، لعلمت الغل والكراهية اللي صافت في صدره. يعني يتحول الآباء والأمهات والأبناء، أبناء المقتول أو المغدور، إلى بركان ثائر. أنت بتعطيل حكم الإعدام تؤدي إلى صناعة الجريمة أصلا، إلى تشجيع الجريمة، وبالتالي حقوق الإنسان في أن يأخذ حق المغدور أكثر من حق الغادر. يعني وبالتالي يعني الآن العقوبة البديلة في أن يعني سجن وما سجن المؤبد. يعني أنت بتعرف برضو المنظمات الدولية وحقوق الإنسان الآن العالمية تحت برضو الحجج الواهية هذه اللي ما بتقنع الإنسان، بتقول لك حكم الإعدام البديل عنه أن يكون سجن مؤبد على الأقل. ما احنا بنعرف حتى السجن الآن تحول إلى فندق 5 ستار وصار رفاهية، وبعد بالعكس بعض الناس أصبح يبحث عن إشكالية معينة ليدخل السجون لأنه مرتاح، بجوز حتى بسجن أكثر ما يرتاح برا. وبالتالي هناك ضغوطات دولية. احنا الأردن طبعا في لفترة ما من الزمن قد تكون رضخنا لهذه الضغوطات. تعرف احنا ما زلنا بنعتمد بموازنتنا في الدولة على بعض المساعدات، جزء من ميزانية الدولة تعتمد على مساعدات من تلك الدول التي لها ضغوطات مثل أمريكا وغيرها. إلا أنه يعني أنا بقدم شكري لكل من ساهم في الدولة في الفلتان من هذا الإطار الخانق، التحرر من هذا الإطار، وتحرر حقيقة الأمر. اسمحني أن أقول لك التحرر فعلا يعني، ويعني أن تعود الأمور إلى مجاريها الصحيحة، وأن يتم تنفيذ الحكم تنفيذا لشرع رب العالمين، وأيضا تنفيذا يعني للحق والعدالة. نعم، يعني أستاذ عبد الكريم، في الآونة الأخيرة أيضا انتشرت الجريمة بشكل يعني أثار ربما كما أشرت أنت تساؤلات الكثير، وبدأ البعض أصبح هناك استسهال في استخدام السلاح. يعني صرت تختلف أنت بواحد بالشارع يرفع عليك سلاح باعتقادك أن هذا دفع صانع القرار أن يستعيد عقوبة الإعدام؟ يعني واحدة من الأسباب الجريمة نوعها تطورها كما ونوعا في مجتمعنا. يا سيد الكريم، لا قبل أن أجاوب على يعني ما دفع صانع القرار بالدولة لإعادة عقوبة الإعدام، لابد أن أشير إلى أن دين الدولة هو حسب الدستور الأردني الإسلام، وبأن الدولة تستمد قوانينها وأنظمتها بما يتطابق والشريعة الإسلامية، وبالتالي ما يحتاج له مجتمعاتنا يختلف عما يحتاج له بالمجتمعات الغربية. نحن هنا خلال الفترات الماضية ومع توقف عقوبة الإعدام كان البعض يتحدث عن عادة، يعني كنا سعيدين بأن المجتمع الأردني أصبحت يعني تتلاشى شيئا وشيئا، وهي قضية الثأر وما ينتج عن هذه الإشكالية الكبيرة في مجتمعاتنا. وبالتالي أصبح البعض يعني يتحدث عندما يزهق أي روح بأنه بالمحصلة هي فنجان قهوة، وبالتالي تزهق الأرواح وترمى للنساء ويتم الأطفال، وهذا أمر يعني بمنتهى القسوة واللا إنسانية تجاه أسرة الضحية وضحية. يعني نحن نعتقد بأن استعادة عقوبة الإعدام وبالذات في ظل الانفلات اللي ناتج نتيجة ما حدث في الوطن العربي
كذلك وصل إلى الأردن من قضية الحراك، وأصبح البعض يتطاول على القانون، وأصبح البعض يعتقد بأنه أقوى من الدولة وفوق القانون. لذلك أصبحت قضية إشهار السلاح واغتيال الشخص بمنتهى السهولة، ولذلك صحيح. نحن نلاحظ كذلك ذلك من خلال وجودنا في سواء في محكمة الجنايات أو ما نتابع من خلال وسائل الإعلام المختلفة. من هنا مع ازدياد هذه الظاهرة، ولا شك بأن أجهزة الدولة الأمنية وغير الأمنية وبما بها وزارة الداخلية ترصد هذه الحالات، وبالتالي تولدت القناعة بأن لا رادع حقيقي لمن تسول لنفسه السوء للاعتداء وأزهاق أي روح إلا باستعاد هذه العقوبة من أجل أن نصل إلى مرحلة الأمن الاجتماعي واستبدال النظام العام، بحيث لا يكون هنالك أي تطاول ويصبح أي شخص يفكر قبل الإقدام على أي مسألة لقتل أي شخص وأزهاقه. مع العلم لا بد أن نؤكد بأن القانون الأردني وبالذات بقانون العقوبات الأردنية يعني قد شرع المشرع حالات عدة، يعني ما بين بالمواد من 300 اعتقد 26 ل 330 في عندك انت في حالات القتل، يعني اذا كان مشروع، اذا كان دفاع عن النفس، اذا كان ثورة غضب، اذا فالمشرع موفر حتى الحماية لمن يضطر الى ارتكاب الجريمة. ولكن من يرتكب جريمة بشعة بمثل تكون في بيتك امن ويدخل من اجل سرقة وكذا ويقوم بقتل او يقوم بحرق اشخاص او يقوم بتمثيل بالجثة بعد ان يقتلها، لابد بان ينال عقوبة حتى بالمحصلة تعمل على يعني إرضاء يعني عقوبة وردع هي من أجل الضحايا الذين ذهبوا. جميل. نعم سنذهب يعني في الحديث، لكن اسمحوا لنا نأخذ الاتصال معنا على الهاتف الدكتور زياد الزعبي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. دكتور زياد مساء الخير. مساء الخير لك ولضيوفك ولمستمعي قناة اليرموك. يعني دكتور زياد لو 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 طرحنا سؤال عن 8 سنوات تعطلت العقوبة، لماذا الآن؟ يعني العودة إلى المسار القانوني الشرعي السليم. لا عدنا لضرورات بدأت الناس، وأنا أؤكد لك أن بدأت الناس تشعر بعدم وجود تنفيذ لعقوبة الإعدام، وكأنما يعني من زاحمك في الطريق بترفع مسدسك وتقتله، من اختلف مع عائلته يقتل، من أصبح بينه وبين أي جار أو صديق أو أحد الأشخاص أي خلاف يقتل. يعني بدأت العقوبة أصلا في القانون هي للردع. نعم. وهي للردع لمن تسول له نفسه إيذاء الآخرين. تنفيذ العقوبة جاء اليوم يعني ب 11 شخص من أصل 122 شخص محكومين بالإعدام، صدرت بهم قرارات محكمة الجنايات الكبرى وصادقت عليها على هذه القرارات محكمة التمييز. نعم دكتور زياد، هل هناك وجبات أخرى في قادم الأيام؟ هل هناك خطة لل 111 اللي ضايلين؟ موضوع معني به النيابات العامة أن تنفذ أحكام الإعدام أو لا تنفذ، لكني أنا بس خليني أقول تفضل. من يدعي أنه الإنسانية وحقوق الإنسان ويقول أن الإسلام أبو الإنسانية، نعم الإسلام أبو الإنسانية، وربنا في محكم التنزيل في سورة البقرة يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هاي الشريعة الإسلامية والشريعة المسيحية وشرائع واليهودية والمسيحية، الديانات اليهودية والمسيحية برضو بتقول القاتل يقتل. لا أحفظ ماذا ما هي النصوص الموجودة لدى الديانات الإسلامية اليهودية والمسيحية، لكن القاتل يقتل. إذا الشرائع السماوية من خلق هذا الكون وضع له نهج أن القاتل يقتل. لو كان أهل من يطالب بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام وضع نفسه مكان أهل المجني عليه، ماذا كان قال؟ يعني هذا سؤال كبير ومهم. أنا أشكرك الدكتور زياد الزعبي الناطق باسم وزارة الداخلية، شكرا لك دكتور زياد. شكرا. أعود لك سعادة النائب، واضح جدا أن يعني أن هناك من دفع باتجاه تعليق العقوبة لمدة 8 سنوات، شو بتتوقع ردود فعلهم الآن؟
يعني بدأنا نسمع همهمات سنعود لعبد الكريم، لكن شو تتوقع ردة فعلهم؟ مؤسسات، مجتمع، في قوى باراشوتية موجودة في البلد أيضا، يعني في قوى ونخب، يعني هذا ديدنها وحياتها، كيف تتوقع يعني ردة فعل؟ حقيقة أنا بدي أحيي الناطق الرسمي باسم عالي وزير الداخلية وباسم وزارة الداخلية الدكتور زياد الزعبي، تكلم بواقع الحال، التقطت الإشارة وزارة الداخلية. هناك تيارين كان في الأردن، تيار يعني يميني وتيار يساري في هذا المجال. تيار كان ينادي بتطبيق العقوبة، وأكثر من التقطها يعني الجانب لم يكن فقط جانب قضائي كما تفضل، هو كان جانب قضائي بالإضافة إلى جانب سياسي. التقط الإشارة مشكورا معالي الأخ الصديق الباشا وزير الداخلية حسين المجالي، منذ أن تولى مقاليد وزارة الداخلية أدرك تماما بأن هذا تعطيل هذه العقوبة ستؤدي إلى كوارث اجتماعية، ستؤدي إلى أحقاد. أدرك بأن عدد الجرائم ازدادت في الأردن ونحن في تزايد. دعنا نعترف بأننا الآن في كل يوم أصبحنا نسمع في جريبة، وأصبحنا وكأننا نعتقد أننا في شيكاغو ليس في الأردن الجميل الذي ما تعود أهله ولا مجتمعه. كانت الجريمة هجنة عندنا، يعني كانت هجنة، كنا نسمع يعني هلا خلينا نكون واقعين، حتى يعني معدلات الجريمة في تزايد خيالي، لدرجة أنه أصبح بعتقد الأردن الإحصائية عند صديقي عبد الكريم أستاذ عبد الكريم، أعتقد أنه أصبحنا نصنف من ضمن الدول المتقدمة في الجريمة، وهذه كارثة كبيرة. التقط الإشارة هذا التيار الذي ينادي بتطبيق عقوبة الإعدام، وأنه بغير ذلك ستؤدي إلى يعني انعكاسات سلبية خطيرة، قد تؤدي يعني إلى يعني إلى ارتدادات وهزات حتى على مستوى السياسي، حتى على مستوى السياسي في الأردن. ولكن يا سيدي العزيز يعني أنا أحيي، قلت لك هذا الرجل، هذا التيار، هذا التيار أحييه، وعلى رأسهم الباشا حسين المجالي، هذا الرجل الرائع. التيار الآخر كان يعني كان يقوده مجموعة من هؤلاء الديجيتاليين الذين يعني تحت مسميات واهية، تحت حجج واهية، آسف، ضغوطات دولية، معونات الموازنة ودنيا، وراح احنا ننقطع عنا الاقتصاد وراح نخرب بيتنا ومن الكلام هذا، ولكن لم يعوا بأن الاستمرار بوقف جريمة الإعدام ستؤدي إلى جرائم أكبر. إذن تقدم أمن وسلم المجتمع على آراء هؤلاء بعد تأخر 8 سنوات، ردود فعل هذه القوى وهل هي في مفاصل مهمة؟ حقيقة أنا من صباح الباكر لهذا اليوم وأنا أتلقى مجموعة من الاتصالات من مختلف الشرائح المجتمع، سواء الشعبية أو الإعلامية أو حتى بعض أهالي الضحايا وبعض الأشخاص اللي معارضين وكانوا يتفاجؤوا بموقفي حقيقة. نحن لا نعارض من أجل المعارضة نهائيا، نحن نعارض من أجل مصلحة الوطن، ونقول نعم للوطن ونقول لا من أجل الوطن. واليوم إحنا لما قلنا نعم قلنا من أجل مصلحة الوطن دون أي مكتسبات وبدون أي بحث عن أي أمور أخرى. الإشكالية الآن أصبحوا يعني اليوم كان حديثهم وخلال نقاشنا مع الأخوان المؤيدين أنه يا أخي هذول تركوهم 8 سنوات وبالسجن. طيب هذول 8 سنوات يعني أنت باعتبارك عاقبته مرتين، 8 سنوات خليته بالسجن عذبته، أعتقد بعضهم بدأ تعرف بالاتصالات وبالذات بقضية الاتحاد الأوروبي، لأنه بجزء من أكثر الدول اللي معنية وقاعدة بتشتغل على عقوبة الإعدام هو الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي تعرف أنت قدم مجموعة من التمويل الأجنبي لعدد من المؤسسات والجمعيات، مؤسسات المجتمع الوطني اللي بالدولة الأردنية. وللأسف أنا أتكلم وأقول للباشا حسين المجالي بأنه ضروري أن تضع قضية التمويل الأجنبي حسب القانون، مؤسسات المجتمع المدني والتمويل الأجنبي المجتمع على الفوكس الأكبر، لأنه هذول يعني الآن قامتهم على هذا الموضوع، وهم الآن ينظروا إلى الموضوع من الكسب من أجل أن تبدأ حملاتهم، سيبحثوا عن التمويل من جديد. وإحنا أحيانا يأسفنا يعني حقيقة بأنه الإرادة السياسية والقائمين على السياسة في هذا البلد تجد في تضارب، وهذا التضارب لا نريده نحن كمواطنين. يعني إحنا قبل كم من يوم كان في تصريح مختلف ومغاير لسمو الأمير زيد المسؤول الملف الأردني لحقوق الإنسان وممثل الأردن المتحدة بأنه ضد عقوبة الإعدام، وكان هو
هناك تصريح. نحن نريد دائما أن تكون الدولة منسجمة واضحة وأن يكون هنالك انسجام، وبخاصة في القضايا التي تؤثر على الأمن والشفاء الاجتماعي. وإشكالية أخرى يعني، وهذه الدولة يجب أن تعلم بأن هذا التمويل الذي قاعد بيجي للمؤسسات يسجل على الدولة الأردنية وليس على هؤلاء الأفراد، يحسب من المساعدات التي تقدم للدولة وليس لتلك المؤسسات. أنا بعتقد بأنه الآن راح يفتحوا خطوط كبيرة مع منظمة الإصلاح الجنائي، مع منظمة العفو الدولية، مع منظمة هيومن رايتس، وبالذات الاتحاد الأوروبي، لأنه حتى الأمريكان والولايات المتحدة ما زالت عندهم العديد من الولايات بالداخل الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ عقوبة الإعدام. نعم، وبالمناسبة هي الأغلبية باستثناء الاتحاد الأوروبي. هنالك عدد يعني كبير من الدول الأوروبية وقعت على الاتفاقية الملحق بالبروتوكول الخاص بالدول الأوروبية لحقوق الإنسان وإيقاف، ولكن يجب أن نعلم بأن الأعراف والعادات والتقاليد التي في مجتمعاتنا ليس رح نسأل عن هذه الخصوصية، رح نتناول هذه الخصوصية بالبحث. بس بدنا نأخذ أيضا معنا على الهاتف الدكتور موسى بريزات، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان. دكتور موسى مساء الخير. مساء الخير يا سيدي، الله يمسيك بالخير انت واخوانك الضيوف الكرام. يعني اليوم المركز اسف لتطبيق العقوبه، ما هو موقف المركز ولماذا؟ احنا المركز طلع بيان متكامل فيه احد الملاحظات انه للاسف للظروف والمعطيات التي استجدت مما ادت الى قيام السلطات باعاده التنفيذ او بمباشره تنفيذ احكام الاعدام المعلقه. هو لماذا؟ لان هناك اتجاه، وانا بعتقد رغبه يعني حتى لدى المسؤولين ولدى كثير من القوى المجتمعيه، انه حقوقه الاعدام هي بحد ذاتها عقوبه قاسيه، ولكن ايضا في مبدا اولا يعني هنالك امران في هذا الامر. احنا كمركز وطني وضعنا صغنا موقفنا استنادا الى مع يعني معايير دوليه واستنادا الى الشريعه الاسلاميه، لانه قانون المركز الماده اثنين منه من اساس يعني تنطلق من التعليم او تستند يعني المركز في عمله الى تعاليم الشريعه الاسلاميه السامحه والموروث العربي والاسلامي والمعايير الدوليه والدستور قبل ذلك طبعا، والمعايير الدوليه لحقوق الانسان اللي هي في الاتفاقات الدوليه الرئيسيه. الان المعايير الدوليه بامانه تحث الدول على العمل لالغاء عقوبه الاعدام، لكن لم تفرض فرض يعني تحريما او منعا قاطعا مانعا لعقوبه الاعدام. طلبت من الدول التي لديها قوانين تفرض عقوبه الاعدام ان تستخدمها في اضيق الحدود واستنادا الى معايير محاكمه عادله صارمه. واعتقد والاردن كان بدا منذ 2006 بتوجه طبعا هنالك راي عام او توجه دولي عام. انت معي انا سامعني؟ نعم طبعا انت معنا على، تفضل دكتور احنا بنسمع. الاردن كان في توجه دولي منذ يعني فتره بالعقود الاخيره من القرن الماضي بتوجه لإلغاء عقوبة الاعدام، حيثياتها ظروفها مختلفه وهي كعقوبه قاسيه. يعني هذا التوجه له معطيات ومبررات منطقيه من حيث المبدا، ولكن احيانا منها انه قد يحكم على شخص بريء احيانا بهذه العقوبه القاسيه ويكون من الصعب استرجاعها. ولكن في المقابل في راي اخر دائما يقول في هنالك حقوق، وهذا ايضا في وجهه نظر للضحيه. ولذلك المعيار الدولي في العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه الاساس، يعني احنا لو وضعنا جانبا الشريعه السامحه التي ايضا سنت أو سمحت بالعقوبة أو بالحد، خلينا نقول بالقصاص وليس بالقتل وليس بالإعدام اسمه، بالقصاص في أيضا أضيق الحدود وفي الجرائم الشديدة الأكثر خطورة. فالمعايير الأردن في 2006 منذ 2006 بدأ بالتماشي مع هذا التوجه لاعتبارات موضوعية واعتبارات عملية معروفة يمكن للجميع، ولكن الآن صار يبدو الظروف هاي اللي خلتنا نأسف، الظروف التي استجدت يعني المراجعة الموقف ومراجعة مثلا تعليق العقوبة لم تأتي نتيجة عملية سياسية أو عملية يعني رأي حكومة مقابل حكومة أو رأي حزبي أو رأي عقائدي أو عقدي، وإنما أتت قراءة ليست أيضا بالضرورة قد تكون 100% صحيحة،
لأن ارتفاع نسبة الجريمة هو قد يعالج بأحد بتشديد العقوبة وإعادة تنفيذ عقوبة الأداء. نعم. لأن حتى هذا أمر أنا لازم أقول بكل أمانة، مع أن المعايير الدولية لم تحرم عقوبة الإعدام بشكل قاطع ونهائي، وإن طالبت بتطبيقها في أضيق الظروف كما ذكرت، وبالنسبة للعقوبات للجرائم الأكثر خطورة والأشد تأثيرا على المجتمع، اللي هي القتل العمد أو تلك الجرائم التي تحدث أثرا اجتماعيا. لكن ليس بالضرورة أن تطبيق عقوبة الإعدام بكل أمانة ستؤدي إلى تقليص أو تقليل دكتور موسى ابقى معنا، يعني إحنا معنا ضيفين الكريمين الدكتور الأستاذ سعادة النائب عبد الله عبيدات، وايضا معنا الاستاذ عبد الكريم الشريده. تسمعتوا الدكتور مصطفى موسى بريزات اللي هو المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان. هناك اسف لمراجعه العقوبه باعتبار انها يعني قعدت 8 سنوات باعتبار انها خطوه تستجيب للمعايير الدوليه. اذا حاب تعقب ساعه النهايه بدي اعقب واسف كمان. نعم، وانا اسجل عليك عتبي يا صديقي العزيز الدكتور موسى، واسف على هذا الكلام الذي صدر منك، ولكن كنت اتمنى ان لا يصدر منك لانه ابكى مئات العائلات. من هو اللي بتاسف هذا اخوي؟ سعاده النائب عبد الله عبيدات معنا، الاستاذ عبد الله عبيدات. سعاده ليش النائب ليش تاسف؟ اسجل اسفي يا دكتور موسى. يعني اذا 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 وصفت عقوبه الاعدام بانها راي سياسي، هي ليست راي سياسي، هي دي هي شريعه من شرعها رب العالمين، من قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. بلاش استنى لا تندفع كثير. راح نرجع لك دكتور موسى، راح نرجع لك. مش ترجع لي، أنا لم أقول نتيجة رأي سياسي، أنا أقول إنها لم تكن نتيجة رأي سياسي. لم تكن نتيجة رأي سياسي. الأستاذ عبد الله النائب الكريم، إحنا مش الخطبة ولا عشاش، لا يندفع كثير، اسمعني بالضبط، أنا بمثل مؤسسة محترمة وموضوعية محايدة، لازم يسمعني. أنا قلت لأن الماء أن إعادة تنفيذ العقوبة ليس بسبب رأي سياسي. طيب راح نرجع لك دكتور موسى، راح نرجع لك، تفضل ساعة النائب، راح نرجع لك تعقب زي ما بدك، بعد إذنك الكريم. خليه يصحح ويعتذر ويعيد الحكي اللي حكي، ما بصير يقول إنه يأسف. طيب خلينا نسمع سعادة النائب بعد إذنك دكتور موسى. أنا لن أعتذر مجددا، وأنا أسجل عتبي عليك مجددا. وبكلامك هذا أبكيت مئات العائلات في الأردن، أبكيت مئات العائلات ممن قتلوا آبائهم أو أبنائهم، ممن قتلوا أخواتهم، ممن اضطهدوا ظلما وزورا من ضمن قاتل تجنى على القتيل. أنا لم أقاطعك، دكتور راح نرجع لك دكتور موسى، أنت تمثل مؤسسة لها شأن واحترام، أنا لم أقاطعك ولا يحق لك أن تقاطعني، ولا يحق لك أن تطلب مني أسفي. أنا أعبر عن رأيي، وأنا أقول لك بأنك أخطأت، بل ارتكبت جريمة في خطأك عندما تقول بأن عقوبة الإعدام ليست هي الوسيلة لردع الجريمة. كيف ليست هي؟ والأردن الآن يعاني من ارتفاع معدل الجريمة في الأردن. كيف والقتل هو جريمة كبرى؟ كيف ورب العالمين في محكم التنزيل طالب بتنفيذ حكم الإعدام بالقصاص؟ القاتل يقتل. إذا لم نؤدي إلى أن نقتل القاتل، ماذا ستؤدي النتيجة في مجتمعاتنا؟ وأنت ترى الآن في مجتمعاتنا ليس الغرب هم من يملوا علينا، حتى الذين يملوا على مؤسسات الدول النائية في تنفيذ حكومة الإعدام في أمريكا، غالبية الولايات الأمريكية، غالبية بعض الولايات تنفذ حكم الإعدام ما زالت حتى هذا اليوم وتطبق حكم الإعدام. وأثبتت الدراسات، والأستاذ عبد الكريم يعلم ذلك، أثبتت الدراسات بأن الولايات التي تطبق حكم الإعدام معدل الجريمة فيها أقل من غيرها، وبالتالي تنفيذ حكم الإعدام هو أمر حتمي لابد من يعني من السير فيه حتى نعود إلى مجتمعنا الحقيقي، مجتمعنا الأردني الذي لم يعرف الجريمة في تاريخه إلا عندما عطلت جريمة الإعدام. ارجع لإحصائياتك يا دكتور موسى في مركز. والله خلصت يا سعادة النائب. أنا ارجع لإحصائياتك يا دكتور موسى في المركز الوطني لحقوق الإنسان، ستجد أن الجريمة منذ عام 2006، منذ أن أوقفتموها، منذ أن هناك صارت يعني ضغوطات لإيقاف هذه تنفيذ هذه الحكومة العقوبة، ستجد أن الجريمة تضاعفت عشرة مرات عن مثيلتها ما قبل 2006. نعم دكتور موسى راح ارجع لك، بس استاذ عبد الكريم عنده تعقيب. تفضل استاذ عبد الكريم. تفضل دكتور تفضل. يعني اولا سعاده النائب اكيد لازم يسمعني، وانا بعتقد انه الاعتذار والتراجع عن الخطا فضيله، انا ما طلبت اني اعتذر عن شيء شخصي، هو ما سمعني صحيح. انا اول حديث اللي قلت ان المعايير الدوليه لم تمنع او تحرم عقوبه الاعدام، واحنا قلنا مرجعيتنا الشرعيه السمحه. انا اسمح لي اخي النائب الكريم المحترم
انا بتحدث باسم مؤسسه، والمؤسسه قلت له انه مرجعيتها الشريعه الاسلاميه والدستور والمعايير الدوليه. مساله النقطه الجوهريه في نقاشنا، انا ضد الشخصنه وضد اعطاء احكام وارجع واعود ومش عارف طرف جريمه. انا بقول نائب راي، النائب راي محترم، والنائب الذي يطالب بايقاع عقوبه الاعدام راي انا احترمه. لم اقل عنه اجرام، ولم اقل انه قد يقتل الناس برياء. انا لا اقدم على هذا القول، انا احترم الراي، واتوقع ان النائب المحترم فيحترم الراي الاخر. احنا كلنا هدفنا خدمه مجتمعنا وخدمه الحقيقه وخدمه الامن والاستقرار. يجب ان انا بقول له بكل امانه وموضوعيه، انا قلت ان لم تثبت الدراسات علميا ان هنالك علاقه مباشره بين تطبيق عقوبه الاعدام وانخفاض مستوى الجريمه، وهذا حقيقه. هنالك مجتمعات كندا الغت عقوبه الاعدام ايضا. انا بقول له، وانا لا اقيس على المجتمع الكندي كما هو يقيس على المجتمع الامريكي، انا اقول كندا الغت عقوبه الاعدام قبل 15 سنه من 80، ونسبة الجريمة فيها أقل نسبة في العالم، لم تزد نسبة الجريمة لا بل تراجعت. الجريمة لها أسباب كثيرة غير مسألة. طيب دكتور موسى، الردع يعني وضحت موجود. وضحت أن هناك دراسات أيضا تقول أنه لا علاقة بين عقوبة الإعدام وبين ارتفاع. أنا بدي أتأمل يعني أتعشم من النائب الأخ الكريم لا يلجأ للكلمات الإدانة، والاسف لا ما في داني ولا شيء. طيب دكتور موسى خليك معنا شويه نسمع راي الاستاذ عبد الكريم الشريدي رئيس المنظمه العربيه لحقوق الانسان ومناطق التعذيب. تفضل دكتور عبد الكريم. استاذ عبد الكريم يا سيدي، مساء الخير عليك ومساء الخير استاذنا الكريم استاذ موسى. يا سيدي هو هنالك يعني انت تعرف الحياه كل شيء فيه مدارس وفي اراء مختلفه، صحيح، مقاربات مختلفه، بالتالي يعني هنالك بعض الاراء الدوليه بتقول لك يعني انت تعاقب شخص نتيجه انه قتل، فكيف تيجي انت كدوله وتقتل؟ نعم، عرفت علي؟ وزي ما تفضل اخونا الدكتور بانه يعني الماده بالعهد الدولي الخاص الماده 6/2 قالت يتمتع كل شخص بالحق الاصيل في الحياه، ويجب حمايه هذا الحق بموجب القانون، ولا يجوز حرمان أي شخص بشكل تعسفي من حياته. إذا كانت أنت هنالك ضمانات في المحاكمة العادلة اللي يمر بها بمختلف المراحل وفرت له هذه الضمانات، والمحصلة أنت كنت تثق في القضاء ولا تثق بأحكام القضاء، هل إن إحنا عندنا عدالة فيها تطبيق القضاء؟ تعرف هذا شيء مهم. فبالتالي نحن نعتقد هنالك آراء مختلفة يعني بهذا الجانب. قد يرى البعض زي ما تفضل هو بمعظم الأبجديات وكتب والبروتوكولات يتحدثوا عن انه عقوبة الاعدام والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي وغيرها يتحدثوا عن انها عقوبة قاسية تجاه الانسان، ولكن بنفس الوقت هل هو ضحية اللي ذهب حياته ورملت زوجته واطفاله ليس كمان مش قاسية؟ انا اعتقد بهذه القضايا، وان كنت يعني الحمد لله مسلم ولكن لست من المتزمت، بأن النظرة الإلهية الشمولية للكون، تعرف الإسلام جاء بالنظرية السياسية والاقتصادية والدينية، نظام شمولي، نظام شمولي يعني رب العزة لما أوجد هذه، أنا أعتقد القاتل يقتل، وإحنا طول عمرنا كنا نقول حتى بلغتنا العامية العين بالعين والسن بالسن والماضي أظلم. فبالتالي نحن نعتقد النظرة الشمولية الإلهية لو لم تكن ترى بأن في ذلك شفاء للمجتمع ومعالجة لأي اختلال ممكن يظهر المجتمع، وخصوصا أن رب العزة غفور رحيم لما أوجد مثل هذه النصوص القرآنية التي تؤكد على القصاص فيما يزهق روح. هي بالمحصلة هي القضية جدلية وفيها آراء، والكل يحترم آراء، ولكن أنا بعتقد اعتقادي الشخصي بأنها قد وإن اختلف البعض وهو من حقه كذلك بأنها لا تشكل رادع، ولكن قد تشكل الآن يعني رادع لمن تسوي نفسه، خصوصا احنا صرنا نشوف خاصة مجتمعات الثأر زينة يعني اللي بينتظروا انه يثأر اصبحت سحب السلاح بكل سهولة، اصبحت بعض الاشخاص بنسمع، واكيد الاخ الحبيب الدكتور بسمع انه اذا لزيت على سيارة وانت واحد ما توعاه غير حاط شو اسمه مسدس، وهذيك اليوم قضية اخرى يعني
لما بتسمع في بشاعتها شخص لما يدخل على بيت ويقتل 5 أشخاص ويبشع بهم ويحرقهم، نعم. فبالتالي لابد أن تكون عقوبة رادعة. نعم دكتور موسى، يعني أنا بدي أختم معك، هل جاءتكم شكاوى من ذوي اللي عدموا اليوم؟ كيف تستعاملونها معها في المركز الوطني؟ لا لم تأتينا شكاوى، وأنا يعني حابب بكل أمانة الأخ يعرف والمشاهد المستمع أيضا، إحنا كمركز وطني لا يعني لا أنا لم أتحدث برأي شخصي، وأنا أقدر الرأي الشخصي، بس أنا أتحدث برأي معايير دولية الأردن ملتزم فيها، والأردن لم يلتزم بها عبثا، ولم يسعى عندما جمد العقوبة لم يجمدها أيضا عبثا، ولكن أيضا إحنا قلنا أن الظروف التي تجدت نأسف لحصولها، نأسف لارتفاع نسبة الجريمة، نأسف للظروف التي خلقت الضيق والحنق والغضب وشدة الغضب وتعمق يعني التناقضات في المجتمع بحيث تغيرت صداع الأردن وصداع صفات التسامح والتعايش. وبعدين أنا بدي أذكر سعادة النائب الكريم أن القرآن الكريم أنت مصر على سعادة النائب تفضل أنه الذي نص على عقوبة، ونحن من يعني ندافع عن هذا الموقف ونقول أن القرآن الكريم نص على عقوبة الإعدام في أضيق حتى مثل إعدام القصاص في أضيق الحدود، وقال وأن تعفوا خيرا لكم، فنحن نقول بما هو خير وهو موجود في الإسلام. نعم. يعني برضه هم 122 واحد مش كثار يعني. طيب أنا دكتور موسى بدي أشكرك، الدكتور موسى إبريزات المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، ربما يعني أطفى على الحوار نوع من الرأي الآخر. بدنا نروح لفاصل، بعدين راح أرجع لك سعادة النائب للحديث عن خصوصية المجتمع الأردني، يعني بيجوز في ناس يعني الحديث عن المعايير الدولية وخصوصية مجتمعنا، إن خصوصية ولا ما إناش خصوصية، يعني هب جدلا أخوي لا سمح الله ابني انقتل، يعني هل بقبل بالمعايير الدولية؟ بجوز لو سألنا الدكتور موسى هذا السؤال. اسمحوا لنا نروح لفاصل، فاصل ثم نعود بعد ذلك لمواصلة حوارنا حول قضية عقوبة الإعدام لماذا الآن. صحيفة السبيل تنقل لكم المعلومة والخبر الصادق في سياق المهنية الصحفية والمعالجة الموضوعية، تواكب الحدث وتبحث عن الحقيقة، تساهم في قضايا الوطن وتتبنى هموم المواطن، تنحاز لقضايا الأمة عبر المتابعة الإخبارية والتحليل العميق للتطورات السياسية. السبيل، سبيلك إلى الحقيقة. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، اعود مره اخرى للترحيب بضيفي سعاده النائب الاستاذ عبد الله عبيدات والاستاذ عبد الكريم الشريدي. اهلا وسهلا بكم، وبذكر انه في عندنا ضغط اتصالات كبير، الارقام اسفل الشاشه اللي بحب يتواصل معنا، ويا ريت بس تحكي لنا انت مع او ضد وليش وباختصار، لانه في ضغط كبير من الاتصالات. اعود لك سعاده النائب، خصوصيه المجتمع الاردني بجوز مرات في كثير ناس فكروا فيه، في ناس كثير يفكروا انهم في يعني ابراجهم العاجيه والمجتمع الاردني بواد وهم بواد، هذه الخصوصيه اليس الاعدام سلم وحفاظ على السلم الاهلي؟ كنت اتمنى ان يبقى الدكتور موسى بريزات على بسمعنا الدكتور موسى. اكيد سمعنا، هو صديق عزيز وله كل احترام، كنت اتمنى ان يبقى السجال بيني وبينه على الشاشه ليقنعني او اقنعه، هو من مجتمع وانا من مجتمع، له خصوصيه ولنا خصوصيه في كافه مكونات المجتمع الأردني، يعلم جيدا أن طبيعة المجتمع الأردني أو العربي له خصوصية ليس كأمريكا أو كأوروبا، هنا ما زلنا وبحمد الله ما زال في ترابط أسري، ما زال في ترابط عائلي، ما زال في ترابط عشائري،
هل يقبل الدكتور موسى بريزات أو عبد الله قاسم عبيدات على أن يقتل أخوه أو يقتل ابنه ويبقى متفرجا دكتور موسى أو غيره من المجتمع الأردني؟ لا يقبلها هو على المستوى الشخصي، وأنا على قناعة أنه هذا الرأي لا يمثل رأيه الشخصي، هو يمثل رأي المركز، والمركز بتعرف ضمن يعني ضمن على أقل بدي أقول لك انسجام دولي، ويعني مجموعة محددات قد تدير بالضبط. بدي أذكر دكتور موسى بقوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث أتمنى أن أكون قد أخطأت فيه: لا تكون والله إن لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل نفس بشرية أو قتل نفس مؤمن. وبالتالي يعني خصوصية المجتمع الأردني تختلف عن خصوصية الغرب، هناك لا يعلم الأب ابنه ولا يعلم الابن أباه، وبالتالي ليس هناك ترابط على مستوى البيت الواحد، فكيف على مستوى عائلة؟ هنا يعني الخصوصية، هنا بيت القصيد، هنا بيت القصيد. وبالتالي الصمت عن عدم تنفيذ حكم الإعدام سيؤدي إلى جرائم وازدادت الجرائم. تمنيت أن يجيبني الدكتور موسى بريزات من عام 2006 منذ أن أوقف حكم الإعدام في الأردن، ماذا حدث حتى هذا التاريخ؟ 8 سنوات تضاعفت فيه الجريمة أضعاف، في كل يوم أصبحنا نسمع في جريمة في كل يوم. وبأكد على المقول اللي بتقول: من أمن العقاب ساء الأدب. وبالتالي ليس فقط على مستوى جريمة القتل، بأي شيء إذا لم يتم تنفيذ حكم القانون، حكم القانون حتى القانون إذا ما بتنفذه، إذا ما بتطبق القانون على القوي وعلى الضعيف، بكون الأمور شو اسمه بتصير خلص الأمور فلتت. فلتت. وبالتالي هذا ليس لا يكون أمان، الأمان اللي احنا بنتغنى فيه الآن بالأردن يعني. طيب اسمح لنا بس نسمع استطلاع، في عندنا استطلاع 3 دقائق ثم أعود لك إذا حاب تعقب، ونطرح سؤال عن إجراءات الإعدام بعد إذنك. بس استطلاع للمواطنين حكوا فيه عن عقوبة الإعدام. هذا يعني القرار صح 100%، وإذا إحنا يعني إرجعنا لكلام رب العالمين اللي بيقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أي إنسان بيرتكب جريمة عن قصد وعن عمد، هذا يفترض أن ينفذ فيه الحكم يعني، حتى يكون عبرة لغيره يعني. فأنا بتوقع إنه هذا الحكم راح يكون رادع للناس اللي بيستهينوا في شغلة يعني قضية القتل أو القتل العمد، لأنه إزهاق الروح يعني مش شغلة سهلة. أنا مع قرار حكم الإعدام في القضايا اللي بتكون مثل الاغتصاب أو بتكون مثل القتل العمد. أكيد طبعا مع، لأنه هذا الإشي بردع أي مواطن بده يعمل مشكلة أو أي شيء، بردعه عن أنه يعمل هذا الشيء. بصفة هاي المشاكل تفشت لنا وما صار الواحد ما في له وازع يوقفه عن هاي الأشياء داخلي من جوا، يعني أكبر إشي ممكن يوصل له حكم سجن وأبصر بكم سنة، وما في إشي يعني يخوفه، هذا إشي بخوفه. وبرضه بيرجع للناس اللي انظلموا حقهم، إن كان أهل اللي قتل أو بغض النظر شو الجريمة اللي صارت له، مع قرار حكم الإعدام، لأنه هذا الإشي ممكن يخلي الناس زي ما تقول تستعي حالها وتعمل الشغلات مشاكل، فهذا الإشي مفيد يعني، خاصة الناس اللي ماخذين الأمور بشكل غير جدي وعندهم أرواح الناس والعبث مقدراتهم شغلة عادية. وأنا ضد يعني حكم الإعدام، لأنه ما بعرف إنه خلص إنه ياخذ يعني حكم مؤبد يكون له يعني أحسن من حكم الإعدام. يعني حكاية القتل والإعدام هاي أنا ما بحبهاش، يعني إنه حد ينعدم، يعني حتى لما أسمع الخبر إنه أنا حتى بتشائم إن يعني واحد محكوم عليه بالإعدام. لا أنا مع قرار حكم الإعدام عشان الحد من تقليل الجرائم. طبعا أنا بصراحة مع قانون العقوبة وتغليظ العقوبة على أي نوع من أنواع الجرائم. بالنسبة لي بفترض أنه تطبيق مثل هاي العقوبات راح يقلل وراح يكون رادع لأي حدا بفكر يرتكب أي نوع من أنواع الجرائم. هو بصراحة تأثيره راح يكون أكيد راح تشوف وجهات نظر كثير، الناس بتأيد وناس بتعارض. طبعا إحنا الفكرة الرئيسية لازم تسود للمجتمع الأردني هون إنه نبعد الأمور العاطفية ونخليها على جنب، والمفروض القانون لازم يطبق. فبالعكس أنا بالنسبة لي بفترض إنه هاي العقوبات راح تقلل وراح تمنع أي جريمة مستقبلا وراح تقلل من نسبة الجريمة في الأردن.
على مع القانون الاعدام اللي يدم بالاردن عشان نخفف من الجرائم والسرقات وكل شيء عشان واحد يصير يخاف. هاي اول سبب. والثاني سبب لما يصير بتلاقي البلد الحمد لله هي سبب الامان واستقرار، كمان بتصير امام واستقرار اكثر، واحنا بنحب البلد ظلها ماشيه لقدام مش عند مرحله معينه وبتوقف. انا مع قرار حكم الاعدام للشخص لانه على اساس يكون رادع للانسان، انه او عمليه وقائيه انه الانسان ما يقدم على اي عمل، خاصه اذا كان في عقله وبيملك عقله وبيملك توازنه وقبل ما يرتكب اي جريمه قتل مشان يتحمل مسؤوليته، الا اذا كان لا سمح الله قتل عن خطا، هاي قضيه غير. اما انا بواقع الامر مع قرار انه الحكم بالاعدام على الشخص اللي بيرتكب اي جريمه احتراما للانسان وكرامه الانسان، لانه الانسان مكرم عند الله والانسان قيمه ساميه، واهم حق من حقوق الانسان اللي هو حقه في الحياه، حقه وجوده في الحياه. اذا استطلاع الناس يبدو انه الاغلبيه مع عقوبه الاعدام. ناخذ اتصالين بعد الاخ عبد الكريم عشان نجاوب عليهم. معنا الاخ خالد الخزاعلي، تفضل اخوي خالد. مساء الخير. مساء النور، تفضل عزيزي. تحيه لك وضيوفك الكرام. اهلا. اعذرني في انه في فجوه في السؤال ما بين مين مع ومين ضد، فالجميع مع. نعم. احنا مع تنفيذ القانون والعقوبه كامله، لكن احنا ليش ما نبحث عن اسباب الجريمه؟ من فقر، من بطاله، من عدم وجود عداله اجتماعيه، وين احنا وصلنا الها؟ ليش ما نعالج الاساس قبل ما نوصل للعقوبه؟ نعم. وتحيه لك وضيوفك. وجهه نظر وجيهه، اشكرك اخونا خالد. معنا اخونا ابراهيم المصري، تفضل ابراهيم. يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. أول شيء بمسي على الحضور الكرام. الله يمسيك بنور النبي، قوي صوتك أخوي إبراهيم. الله يقويك، السلام عليكم. السلام. سيدي بنقول أول شيء، أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفى له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك من تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى ذلك بعد ذلك فله عذاب أليم. سيدي بنحكي انه عقوبة الاعدام يجب ان تطبق على كل من يعتدي على عرض او نفس بغير حق، والاصل تطبيق عقوبة الاعدام بشكل صارم. يعني انت مع تطبيق اخو ابراهيم؟ الو؟ انت مع تطبيق عقوبة الاعدام واستعادتها؟ انا معها، لانه من امن العقوبة اساء التصرف فاستهوى الجريمة. نعم، استهوى الجريمة. ثاني شغلة، نتمنى من جميع المسؤولين والمعنيين في هذا الوطن الغالي. الو؟ معك، احنا سامعينك، تفضل. في هذا الوطن الغالي انه يعملوا كافة التدابير والاجراءات التي تحد من المواطن في الاندفاع على مثل هيك جريمة. وثاني شغلة، عقوبة الاعدام بتطهر نفس هذا الانسان قبل ما يوصل. طيب. الله تعالى وضحت اخوي ابراهيم، وضحت. انا اسف في ضغط على الاتصالات، شكرا ابراهيم المصري. محمد ابو سويلم، معلش استاذ كريم. الله يمسيكم بالخير انت وضيوفك الكرام استاذ العزيز. الله يمسيك بنورنا به. هلا اخوي محمد. سيدي باختصار، اذا اردنا ان نحصن ما علينا ان نطبق اصول الشريعه، ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. نعم. نحن مع تنفيذ عقوبه الاعدام، ولا يجوز ايقافها ارضاء لحقوق الانسان مع احترامنا لهم. المقتول انسان ايضا، اما موضوع فان تعفو ياتي ولي الامر ولي الدم، ولا تعفو الدوله عن حقوق الناس. صحيح. شكرا لك، بورك سيد العزيز. الله يحييك، شكرا على هذا التوضيح المهم في الدوش على حقوق الانسان. طيب، يعني في ضغط على الاتصالات، برجع لك استاذ عبد الكريم. بدك في تعقيب لك؟ ثم بعدين بدي احكي لك، بدك تحكي لنا عن اجراءات في الشغله. لا قبل. اخوان والساده المشاهدين الكرام، يجب ان أبين موقفي تماما بهذه القضية. نعم. أنا ليس مع عقوبة الإعدام بشكل مطلق. أنا مع عقوبة الإعدام اللي بيكون أدت إلى إزهاق روح وقتل شخص بريء بشكل تعسفي ومتعمد. نعم. أنا ضد أي إعدام سياسي. طبعا. ضد أي إعدام نتيجة رأي. فبالتالي المعيار اللي نستمده حتى من الشريعة انه القاتل يقتل. نعم. اما والله انا قاتل بالعمد سياسي الى اخره، بكره اجوا حطوا لك تهمه من هالتهم اللي قاعد عم بشوفها. نعم. وعقوبه الاعدام طب منك قاصير رغبه الواحد، لا. نعم. هون احنا بنوقف. نعم.
لذلك لابد من توقيف يعني توضيح هذه المسألة بشكل متفقين معك. هلا إذا أردنا يعني هذا موضوع صحيح. موضوع ثاني موضوع ثاني لا بس حتى يكون واضح يعني نعم نعم. الجانب الآخر يا أخي، من قال بأن مجتمعنا تقبل توقيف حكم الإعدام؟ أنا أتمنى أن نعود كلياتنا لصكوك العطوات اللي بتتم. صحيح. شرط، ومعظمهم بنشوفه حتى بعضهم بحق بالجرائد أنه تبرم منه ويطالبوا حتى ذويه وأهله صحيح بتنفيذ صحيح. حكم الإعدام. وبالعطوة البعض يشترط شمسوب شمسوب شيك صح تعبيري أسعد النائب تشميس يعني هذا يعطيك مؤشر بما تقوم حتى به الإجراءات العشائرية ويقبل به كفيل الوفاة وكفيل الدفع ويقبل به الجميع، حتى أنه بذهب مجتمعنا مرات لأبعد من ذلك، ما هي قضية الضمانات المحاكمة اللي يجب أن تكون متوفرة، يشترطوا حتى أن لا يكل له محامي صحيح. حتى بسك العطوة وتسريع المحاكمة. لذلك إحنا نعود إلى أنه هل تنفيذ حكم الإعدام يؤدي إلى استقرار في المجتمع أم لا يؤدي؟ أنا باعتقادي الشخصي أنه يؤدي، وخوفا من أنه زي ما حكينا في البداية أنه ما تظهر ترد عنا العادات القديمة اللي هي قضية الثأر وخلاف ذلك. لذلك إحنا نتمنى أنه دائما أن تكون هنالك ضمانات كبيرة في مرحلة المحاكمة كي لا يظلم أي إنسان. وأنا من خلال تجربتي للأمانة بأنه ما يدور في أروقة محكمة الجنايات الكبرى في عمان هنالك ضمانات كاملة من قبل توكيل محامي الدفاع، من قبل شهود النيابة شهود الدفاع، يعطى المتهم بكافة الضمانات اللي حتى توصل صحيح. للحقيقة. نعم سعادة النائب، يعني إذا لك تعقيبك تعقب، لكن قانون العقوبات كمان مش شاعرين أنه بدنا تطوير له، يعني يكون في شغل اخر مختلف عليه باعتقادك؟ واذا في تعقيب تفضل بالاول. بدي اعقب باهم من قانون العقوبات، بدي اعقب ب يعني اذا تحدث الصديق والخال عبد الكريم عن انه ضد عقوبه الاعدام فيما يتعلق بالراي او في الراي السياسي او في حريه التعبير عن الراي، فاذا كان هو ضد فانا لا اقبل النقاش بهذا الموضوع نهائيا، لا اقبل النقاش لانه انا لست حتى معاقبه الانسان على التعبير في رايه باي حال من الاحوال. الحمد لله بالاردن عمرها ما صارت ولا راح تصير ان شاء الله. وبعدين يعني انا بعتقد يعني هاي حريه الراي والراي الاخر في الاردن حريه سياسيه يعني مناطه بحمايه منذ ازل قبل حتى ما يسمى بالربيع العربي او غيره. هذا الاردن يعني بعدم السياسي ما بعدم سياسي ولم يعدم سياسي، وبتعرف انت حتى من حاولوا أن يتآمروا على البلد وكذا ومن كلامه مع صحيح. ذلك يعني لم يتعرضوا لهذا الاضطهاد السياسي على الإطلاق، وهذا أنا أمر لا أختلف فيه ولا أقبل النقاش فيه، وحتى صحيح. لا أقبل حتى مجرد أنا أكثر من دكتور موسى بريزات نفسه في مركز الوطن الحقوق الإنسان دلعه، لا أقبل حتى محاسبة الإنسان على أي رأي أو أي تعبير ما لم يكن هناك لا قدر الله خيانة للوطن، وهذا حتى لا أقبل فيه الإعدام ما من كان أقبل فيه أن بالسجن المؤبد، لأني لا أقبل عقوبة طيب. الإعدام أقبل عقوبة الإعدام فقط في القتل بالقتل نعم. فقط القتل حسب معايير الشريعة الإسلامية، ومع أنه في رأي الشريعة حتى أن خيانة الدين وخيانة الوطن قد ترتقي إلى جريمة القتل، فهمت علي أنت يعني؟ ويعني لست هنا أنا مفتيا ولست خبيرا في الدين يعني حتى أجيب عن هيك أمور، لكني أنا ما تحدثت فيه تحديدا عن جريمة القاتل يقتل، وكان بداية حديثنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. جميل. طيب عشانك رحت على الجانب الشرعي معنا على الهاتف العالم والداعي الإسلامي الدكتور إبراهيم الجرمي. مساء الخير دكتور إبراهيم. حياكم الله سيد، مساء النور. دكتور إبراهيم، اليوم حديثنا عن عقوبة الإعدام، وبتعرف الجدل الآن الموجود في المجتمع الأردني، كيف يعالجها الشرع الإسلامي بعد إذنك؟ والله دعني أولا أرحب بالأخوين الكريمين على ما قدماه من نظرة متوازنة. سيدي هذه قضية القتل يعني كنا يجب أن نذكر بأنها من أكبر الكبائر في دين الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. نحن نتكلم عن هذه القضية الخطيرة. بل إن القرآن العظيم قد بلغ مبلغا عظيما في تفضيح هذه الجريمة فقال دكتور إبراهيم بس ليالات الشباب يرفعون الصوت. دكتور إبراهيم صوتك يعني نعم. فكأنما قتل الناس جميعا. فموضوع على غاية الخطورة أن هذا المعتدي اعتدى على كل أفراد المجتمع، من هنا كان تغليظ العقوبة. ولذا أنا أستغرب
إن الأمر هذا ليس معروضا لا على أهل القاتل ولا أهل المقتول، لأنه أهل المقتول لهم غاية، أهل القاتل لهم غاية، هذا بالتخفيف وهذا بالتشديد، لكن هذا الأمر تولاه الله تعالى بذاته لأنه منزه عن الأغراض وعن الأهواء. ثم لماذا الحديث عن الضغط الغربي؟ هل تدخلنا في دينهم؟ هل تدخلنا في عرافهم؟ في أخلاقهم؟ نحن لا نرتضي كثيرا مما عندهم، فما لهم ولديننا، لهم دينهم ولنا ديننا. حقيقة الموضوع على غاية من الوضوح في شرع الله، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وددت أن إخواني تفطنوا أولا إلى كلمة القصاص التي تعني المماثلة، مماثلة القتل بقتل، وإن كان هناك قتل باعتداء هنا قتل بإحقاق حق. ولكم في القصاص حياة بمطلق الحياة يا أولي الألباب. إذا أولو الألباب هم الذين يجب أن يتفطنوا إلى حكمة المشرع العظيم وهو الله. لعلكم تتقون هنا ليست التقوى التي هي العبادة، لكن لعلكم تتقون الاعتداء على الأرواح، هذا هو المعنى. ومن ثم سيدي هنالك مساحة واسعة في الشريعة، هذه القصاص نعم الحكومة هي التي تباشر وهي التي تنفذ، لكن هذا الأمر حقيقة معروض على أهل المقتول القصاص، فإن عفى أهل القتيل المقتول أخذوا الدية ولهم أن يعفوا عن الدية، إذا لهم أن يسقطوا القصاص كما قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. إذا السلطان لمن هنا؟ لأهل المقتول. ولذلك نعم الإحن والأحقاد التي بين العائلتين من يزيلها؟ يزيلها شرع الله، إما بتطبيق العقوبة الفظيعة حتى يتأدب المجتمع، وإما بالعفو. فإذا عفى أهل المقتول فبها ونعمت ورجع الوئام ورجع الحب والتعاون. فالموضوع ليس مطروحا حقيقة على الملأ أعطوا رأيا. ولذلك نحن قبلنا بدين الله في عباداتنا، في صيامنا، في زكاتنا، حتى في حدودنا وفي قصاصنا. فمن رفض هذا حقيقة أولى بي أن يرفض الدين كله، إما أن نقبل الدين وإما أن نرفض الدين، يعني بكل هذه البساطة التشريعية. نعم دكتور إبراهيم، يعني قطعا أن العقوبة في الإسلام لها غايات، وقصة القتل والقتل المقابل والعفو يعني تقع ضمن هذه الغايات. الآن تعطيل العقوبة باعتقادك أين يمكن أن تصل المفاسد هنا؟ والله مهم حقيقة تغليظ العقوبة حتى يكون رادعا للأمثال. ولذلك في عرفكم القانوني يقول هنالك الإشهار العقوبة، إشهار العقوبة إنه من فعل كذا كانت عقوبته كذا. ولذا قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاءت الشريعة بتطبيق النبي عليه السلام بينت قضية القصاص التي هي الإزهاق الروح، كان قديما بسيف وقطع رائج، الآن أصبحت بالمسدس، أصبحت بالأدم، لا تعنينا الوسيلة. صحيح. المهم يعني أن نصل إلى المبتغى، والغاية هي أن نضع رادعا. ليس في هذه الجريمة، حتى في جرائم الزنا، حتى في جرائم حتى شرب الخمر. يعني ثم تحديث في الخمر، وددت أن تطبق من شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد في الثانية فجلدوه، في الثالثة فجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، حسنه كثير من أهل العلم. إذا الشريعة تغلب لحكمتها حتى تضع رادعا. ما من أمة من الأمم إلا ولها تشريعات ولها حدود تضعها، فلم نتدخل فيهم، فليس له أن يتدخلوا. ولكن أنا أؤكد أننا مخترقون فكريا، مخترقون تشريعيا، وآن لنا فعلا أن نرجع إلى النبع الصافي ضمن يا سيدي الثروة القانونية التي نمتلكها. أنا لا أرفض أي رأي فقهي من داخل دائرة الإسلام، لا أرفض. والتشريعيون وأهل القانون لو انتقوا هذا الرأي، وحقيقة في هنالك إقصاء وإبعاد حال لبعض الآراء، لكن من داخل دائرة التشريع الإسلامي لا نمنع منه. أما أن يأتي البعيد ليتدخل في تشريعاتنا ليس له في هذا نصيب. جميل، وضحت الفكرة. أشكرك الداعي الإسلامي والعالم الدكتور إبراهيم الجرمي، شكرا لك يا دكتور. شكرا. لعلي أعود لك، لكن معنا اتصال من إربد، نأخذ من إربد. محمود بني عامر، تفضل أخوي محمود. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أخوي محمود. أنا بحييكم على هالبرنامج الطيب. الله يحييك ويسلمك. يا هلا بيك، لأنه القتل طبعا القتل هون الاستهتار. نعم القتل الاستهتار بأرواح البشر هذا. يعني أي إنسان قاتل أطاع الشيطان وخالف رب العالمين، هنا طبعا إنه هذا استهتار بأرواح البشرية، فما فيش أمان صار لأي إنسان. يعني صحيح. لو على مستوى أبسط مخالفة أو أبسط شغلة أو أبسط مشاجرة، إنه بطول مسدسه وبطخ.
صحيح. كأنه قاعد بالضبط. إذن عقوبة الإعدام توقف كل ذلك. أشكرك أخونا محمود بن عامر من إربد. والله لو سمحت. تفضل أخوي محمود تفضل. طبعا ربنا بقول لنقض السماوات لنقض الكعبة حجرا حجرا. حديث للنبي. أهون علي من سفك دم مسلم. وصلت أخوي محمود وصلت. شكرا لك. معنا إسماعيل بن عجلون. تفضل إسماعيل. مساء الخير، مسي عليك وعلى ضيوفك الكرام. مساء النور أخوي إسماعيل، قوي لي صوتك يا أخوي، أنت من عجلون قوي صوتك. الله يعطيك العافية ومسي عليك وعلى ضيوفك الكرام. الله يمسيك. أهلا. حقيقة يعني أنا مع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المجرمين، ولكن نريد قوانين تدعم هذا القرار، ومنها خوفا من التصادم الناس مع بعضها البعض. أول شيء الرسوم بالمحاكم عالية جدا. اثنين تجد المحامية يعني يأخذون أموال طائلة وكبيرة، وهناك مسألة يعني القضية بتقعد بالمحكمة 5 و6 و7 سنوات بالمحكمة. تجد أن المواطن إذا اتجه إلى المحكمة ليأخذ حقه يجد صعوبة. فنجد من المسؤولين يجب عليهم إنهم يراعوا هذه الأمور. ملاحظات مهمة يا أخوي إسماعيل. ما إحنا بنحكي عن كل التشريعات أحيانا بحاجة إلى مراجعة. شكرا لك إسماعيل معجون. أعود لك سيد عبد الكريم. إجراءات الإعدام في اطلاع عليها كيف تمت اليوم؟ في منظمات بتراقبها يا يعني سيدي، لأن نروح لحقوق هؤلاء اللي يتعرضوا للإعدام. هو قانون أصول المحاكمات الجزائية. كيف عندنا والله شرح لنا بصورة سريعة. قانون أصول المحاكمات الجزائية حدد الآلية بالمواد من 357 أعتقد ل 360 كيف الإجراءات اللي بتتم في مرحلة تنفيذ حكم الإعدام. بداية بيكون النيابة أو رئاسة النيابة العامة بعد مطالعته بعد أن يكون القرار قد اكتسب الدرجة القطعية، ويتم رفع هذه الأوراق مشفوعة برأيه إلى وزير العدل. وزير العدل يطلع عليها وبرضه يشفعها برأيه ويقوم برفعها إلى مجلس الوزراء. مجلس الوزراء بيتم أخذ هذا القرار بها ويصادق. وحتى في إعطاء يعني مجال في نص أعتقد لمجلس الوزراء أنه يعدل إذا كان هنالك في جد حتى في القضية أو من خلال الأراء بهذه يعني ممكن يعيدها للمحاكمة قصدك؟ لا هو يعني في جاء النص إذا سمحت لي فضل. أنا على الطلب منه أنه لمجلس الوزراء أنه يدلي رأيه في وجود إنفاذ العقوبة أو إبدالها بغيرها ويرفع القرار. نعم. يعني هي مخول مجلس الوزراء أو إبدالها. نعم. نعم تطلع القرار من مجلس الوزراء للملك. نعم. ترفع بعد ذلك من مجلس الوزراء لجلالة الملك لتوشح بمصادقة الملك، ثم تعود الأوراق إلى وزارة الداخلية. وهنالك بوزارة الداخلية حتى يتم تنفيذه لابد أن يكون هنالك يعني حضور طبيب، حضور أحد الأشخاص من الطائفة اللي ينتمي. نعم. رجل دين. لها أو رجل دين، حضور مدير الشرطة والمنطقة. وبعد قبل أن ينفذ حكم الإعدام يسأل الشخص اللي منوي حسب نص المادة 360 انه اذا يعني له اي طلب اخر ويتم تدوينه بمحضر، وبعد ذلك يتم تنفيذ حكم الاعدام. وبعد ذلك يتم تسليم الجثمان الى اهله، واذا ما كانش في له اهل او حدا تتولى الدوله بعمليه الدفن. طب الاهل ممكن تبليغهم حضورهم ولا ابدا مش مطلوب؟ والله ما اشار بالقانون لحضور. طب لو طلب الشخص انه يشوف اهله كطلب اخير ممكن يوافقوا عليه؟ ممكن يوافق. ممكن يوافقوا عليه. اعود لك سعادة النائب، باعتقادي انه الجو العام في الاردن مرتاح، يعني خلينا نحكي بصراحه انه هناك ارتياح لعوده عقوبه الاعدام بشكل او باخر، لكن 11 مع بعض في رسالة؟ يعني شو بتفهم منها أنت؟ يعني 11 مع بعض يعني غير مسبوقة. بجوز بالأردن يعني عادة كنا نعرف اليوم تم تنفيذ حكم الإعدام صباحا بأحد الأشخاص هيك عادة، لكن 11 مع بعض تثار حولها جلبة. الجلبة مقصودة شو الرسائل إذا أنت؟ هلا أنا بعتقد في قضية رسائل أو مرسائل قد يكون هناك في رسائل لها أبعاد سياسية. نعم. لست في يعني في موقف الحديث عنها، قد يطول الحديث فيها. نعم. لكن يعني لماذا 11 مع بعضهم؟ نعم. يعني في عدة معطيات قد تؤدي إلى النتيجة. الأول
انه عدد المحكوم عليهم بالاعدام يعني بجوز يصل 150 او 222 122 واحد، وبالتالي العدد كبير جدا. يعني يعني قد يعطي ايحاء بانه هناك وجبات اخرى قادمه. هذا ليش 11 مواقع قد يعطي ايحاء انه قد يكون هناك يعني ممكن تسمع غدا او بعد اسبوع كمان 11 او 10 وهكذا، لانه العدد كبير حتى يعني تنفذه. وبالتالي يعني مش ممكن تيجي تنفذ ب 122 واحد واحد ولا الثاني. قد انا يعني يعني اعتقد بانه هناك في يعني معطيات اخرى قد تكون رساله للشارع للمجتمع بان القانون سيطبق على القاتل او غيره رغم الضغوطات الدوليه، رغم ضغوطات المنظمات. رساله لهذه المنظمات انه احنا بدينا خلص ناويين احنا ناويين يعني ننفذ هذا الامر ونطبق قوانيننا وتشريعاتنا. وبالتالي يا سيدي العزيز حتى مهما تعرضنا لضغوطات لاحقا لن نتراجع. ورسالة للداخل بأن القانون سيطبق، ليس فقط في قضية حكم الإعدام، رسالة للداخل بأن القانون سيطبق. عجبني صديقنا المصور على الكاميرا رقم واحد بين الاستراحة عندما همس في أذني وقال أوصلنا لمرحلة أنه حتى طلاب الجامعات يأخذوا قنوات ومسدسات داخل الجامعة. وبالتالي هذه رسالة قد تكون أن القانون سيطبق للجميع، هيبة الدولة القادمة سيطبق يعني على الكبير وعلى الصغير. نعم راح أسألك عن رسالة سياسية بس نأخذ بعد إذنك الدكتور عايد وركات أستاذ علم الاجتماع والجريمة. مساء الخير دكتور عايد. يا مساء الخير، يا أهلا وسهلا. يعني وأنت أستاذ علم الجريمة والاجتماع، باعتقادك أن عقوبة الإعدام قد تكون رادع في مجتمع له خصوصية المجتمع الأردني، قد تحول دون يعني تفاقم الجريمة، قد تحافظ على السلم الأهلي؟ والله يا أخي الكريم، أولا يعني العقوبة حتى تكون رادعة يجب أن تكون أكيدة وفيها إيلام وأيضا سريعة. وأنا أعتقد أنه تنفيذ عقوبة الإعدام أكدت على أهمية الروح البشرية، وأعتقد أنه يعني أتمنى أيضا أن تكون فعلا رادعة لمن تسول له نفسه على قتل شخص بسبب أو بدون سبب. أنا مع تطبيق عقوبة الإعدام الصحيح، يعني كثير من الناس يعني مبسوطين على إجراء اللي تم اليوم. وأنا أعتقد أنها سوف تكون نعم رادعة. تراها أنها رادعة. السلم الأهلي باعتقادي أنه مجتمع في الأردن لا يقبل يعني زي ما بيحكوها يعني بيقبلش أنه ينقتل له واحد ويسكت، يعني باعتقادك أيضا السلم الأهلي ممكن عقوبة الإعدام بالضبط يعني احنا لما نطبق العقوبه بشكل عام احنا نؤكد اهميه معاييرنا وقيمنا. واذا ما طبقناها حقيقه احنا بالتالي لا نحترم القيم، لا نحترم قيمه الانسان كروح. وتعرف هذا التاكيد يعني من ايام حمورابي الذي عاش في عهد سيدنا ابراهيم عليه السلام، العين بالعين والسن بالسن. يعني هذه قضيه يعني مفروغ منها تماما. قضية تطبيق عقوبة، يجب أن تطبق عقوبة الإعدام. وإحنا حقيقة يعني مرينا في مراحل يعني آخر ثلاث سنوات يعني شهدت حقيقة يعني جرائم يعني بسبب أو بدون سبب صار القتل قضية عادية وأقل من عادية. فأنا أعتقد أن تطبيق العقوبة والتأكيد على أهمية المعايير والقيم الاجتماعية في المجتمع تضمن الاستقرار والسلم الاجتماعي. إذن تضمن الاستقرار والسلم الاجتماعي. أشكرك الدكتور عايد وريكات أستاذ علم الجريمة والاجتماع المعروف. أعود لك بذات السؤال اللي طرحته على سعادة النائب، هل من رسائل سياسية بقصة الـ 11؟ شو بتقرأها أنت؟ هي مش قصة 11 ومش قصة رقم. أنت شو بتقرأ يعني الناس؟ هي إحنا اللي إذا أخذناهم هم عبارة عن خمس قضايا 11 شخص. وقضايا هي اللي تم اتخاذ الأحكام يشترط إعدام القضايا بها مع بعضها البعض؟ كيف؟ إذا كانت قضية فيها ثلاثة لازم نعدمهم نفس اليوم هيك؟ والثلاث محكومين بعدها لازم بنفس اليوم. هم نفذوا فيهم لأنه مش معقول أنت في بناء قضية واحدة تنفذ بواحد والتاخر، فنفذوهم هم فيهم يعني خمس قضايا، في قضية بها اثنين وقضية بها ثلاث أشخاص والقضية الثانية ثلاث أشخاص وفي قضية شخص وفي قضية بها شخصين. أنا بعتقد أنه هي الآن رسالة، وأنا بعتقد أنه راح نشهد خلال الأيام القادمة حراك بمختلف الاتجاهات ما بين المؤيدين وما بين المعارضين، وكذلك حراك ما بين ذوي الضحية والجاني، لأنه الآن راح يسعى البعض لأنه شاف
الوضع الآن أنه بلش في تنفيذ راح يسعى البعض لإجراء المصالحات لعل وعسى يستفيد من خصوصا في بعض قضايا كانت مشمولة بالعفو بشريطة إسقاط الحق، فأعتقد راح يبلش الآن يعني حراك لتصفية النفوس ومحاولة تذويب هاي، وإحنا نتمنى لأنه بالمحصلة وأن تعفو. الرسائل هي عدة حقيقة، وهي بالدولة بالدرجة الأولى هي رسالة للدولة الأردنية والساسة الأردنيين بأن عادوا إلى الفضيلة باعتقادي الشخصي، لأنه لا يجوز أن تعطل بنص قانوني دون أي مبرر. صحيح. فهذه الخطوة الأولى اللي نعتبرها قبل أن نتطلع للرسائل الأخرى. الرسالة الثانية لابد أنها هي موجهة للمجتمع بشكل عام بأنه الآن هنالك تفعيل وتطبيق للقانون وأن فنجان القهوة ما عاد يسد، الآن رغبتك على المقصلة، بالتالي بتخلي الشخص يضبط نفسه يضبط انفعالاته ما يتهور، مش يكون ماشي لي وحاط المسدس على جنبه ولا تحت السيارة بأي شغلة. هي الرسالة برضو يعني نتمنى أن تكون واضحة لبعض القوى التي تستغل الوطن من أجل مكاسب. احنا نعتقد ونجزم أنه مشكلتنا في حقوق الإنسان بالأردن بأنها تحولت إلى دكاكين، هذه الدكاكين تحتاج على التمويل الأجنبي، فبالتالي مثل هذه الرسائل يجب أن يعي حتى الممول بأنه الأعراف والعادات والقانون والشريعة أقوى من التمويل الأردني التمويل الأجنبي. هي الرسائل ولا ردة صلاة؟ والرسالة نعتقد يجب أنه تهتم بها الحكومة ومهمة جدا، وهي بأن لا تعود عن مثل هذا القرار كي لا تخلق نوع من ردود الفعل غير الإيجابية، وأن لا تستجيب لأي ضغوطات. نعم. الاستجابة لأي ضغوطات نحن لا نعرف تراجع أو تراجع نعم. وأي نعم. تراجع وبالذات أنا بعتقد هذه نصيحة وليست رسالة، أنا بعتقد بأنه من الغد وبالذات الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي راح هو أكثر جهة يعني الجهات راح تضغط، منظمة الإصلاح الجنائي، منظمة العفو الدولية والاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يقدم أموال للأردن من أجل جميل. أن يفرض، لا نريد لمجتمعنا أن يميع وأن يستهدف المجتمع، نحن نريد أن يطبق القانون وأن يفعل وأن تفعل الشريعة بما هو حق جميل. كون الدستور الأردني ربما تحذير والرسالة ورح أعود لك للتعقيب عليها، بس نأخذ اتصالين. معنا الأخ يحيى مقدادي من إربد، تفضل أخوي يحيى. مساء الخير. مساء النور أخوي، تفضل. من تحية خاصة لسعادة النائب عبد الله قاسم عبيدات أبو الأمجد بالفني كنانة، الله يحييك يطول عمرك ان شاء الله. فبدناش نزاود عليه، يعني هو كفى ووفى، بس احنا بنحكي ما دام قضانا عادل فيجب ان تطبق عقوبة الاعدام. نعم حلو، ربط هو هذا الفضيلة اللي حكى عنها ايضا الاستاذ عبد الكريم. اشكرك اخونا يحيى. معنا الاخ احمد المطالقة من حوف الوسطية، تفضل اخوي احمد. شملت احمد تفضل. السلام عليكم. هلا اخوي احمد تفضل يا مرحبا. حقيقة اخي الكريم، نعم لاعادة عقوبة الاعدام على المجرمين وقطاع الطرق. ظاهرة قطع الطريق يا اخي الكريم انتشرت قبل اسبوع، احد اقاربي تعرض لقطع الطريق واشهار المسدسات في وجهه وسلبه من مجموعة قطاع طرق في طريق المفرق، وأهلنا في المفرق قاموا باعتزام وقطع الطريق لأن هناك إصابة تقطع الطريق وتسلب المواطنين أموالهم وممتلكاتهم. نعم نريد إعادة الهيبة والأمل للمواطن عن طريق إعادة هذه العقوبة. سيدي الكريم، يجب على المسؤولين أن ينتبهوا إلى قطع الطريق من هؤلاء المجرمين. نعم وضحت أخوي أحمد، ليست قطع الطريق فقط، هناك سرقة سيارات الآن مستباحة، هناك حديث عن استخدام سلاح مفرط إلى آخره. أعود لك سعادة النائب باعتقادي التحذير اللي وجهه الأستاذ عبد الكريم، لو حبينا نحكي عنه، هل الدولة ستتعرض لضغوط؟ ماذا تنصح الحكومة؟ يعني مش منطق ترجع، يعني مش منطق توقف الإعدام مرة ثانية يعني. لا هلا مش منطق. قضية لا تتعلق في منطق، القضية تتعلق في خلق أزمات مجتمعية ستؤدي إلى كوارث. يعني العشائر التي مقتول منها اللي ما بتنفذ فيها الآن، ما بتاخذ حقها في تنفيذ حكم الإعدام بمن قتل أحد أبنائها، ستؤدي إلى يعني الآن عملية الثأر مجددا والأحقاد والكراهية. لن تتراجع الدولة على الإطلاق. نعم. لن ترضخ الدولة لأي ضغوطات،
ما اتخذ هذا القرار إلا بعد دراسة وافية، وبالتالي أي تراجع سيؤدي إلى يعني انهيار مجتمعي مجددا. نعم. بالعكس تماما. نعم. أخ صديقنا اللي طرق الآن على قضية قطاع الطرق. نعم. يعني هذا الآن في ارتياح للشارع الأردني، اعمل إحصائية، لو أخذت نسبة 100 واحد والله لن تجد أكثر من واحد أو اثنين يعارض هذا تطبيق عقوبة الإعدام أو تنفيذ العقوبات بشكل عام. نعم. على مرتكبيها بضمن يعني قضاء عادل. القضاء يعني على مدار الزمن كان بيثبت انه هو قضاء نوعا ما يعني من افضل الجهاز القضائي الموجود في العالم. قد تجد بعض الاختلالات احنا يعني موجوده يعني، ولكن تنفيذ حكم الاعدام والتراجع عنه الان سيؤدي الى كوارث حقيقيه، سيؤدي الى انهيار البنيه المجتمعيه مجددا. نعم. انا باعتقادي ونصيحه، وما اعتقد ان الدوله ستعود عن ذلك. هل تشعر انه ارتياح الناس راح يساعد الحكومه انه تثبت على موقفها بالعكس وتذهب بعيدا؟ لاحظ في دعم شعبي يعني. لاحظ الدعم الشعبي الان. نعم. نعم. لاحظ الدعم الشعبي، خذ 100 اتصال هاتفي. نعم. الان في غير اتصال واحد اختنا اللي قالت انه عقوبه قاسيه. نعم. اما يا حرام اللي انقتل ابنه وابوه اخوه مش عقوبه قاسيه، وانا اتحدث هنا تاكيدا اتحدث عن عقوبه القتل العمد. نعم صحيح. هل القتل غير العمد فيها العفو فيها الكذا يعني الانسان في مداخل يعني ومخارج، في مداخل ومخارج اخرى. نعم. يعني يعني نعم. يعني احنا ما ظلش معنا وقت طويل استاذ عبد الكريم، باعتقادك اننا عدنا الى السكه الصحيحه، انت تحدثت عن الفضيله، عدنا الى 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 السكه الصحيحه في هذا الجانب، البعض تحدث عن اسباب الجريمه ايضا. نعم. يعني وبديك تحكي عن قانون العقوبات قبل ما ارجع لسعاده النائب، قانون العقوبات يعني مهترئ بحاجه الى تغيير؟ سيدي قانون صدر سنه 1960 60. هو مهترئ وبحاجه لاعاده تشريع. يعني انا بدي اعطيك شغله، منذ ايام كنت اتحدث انا وشخص منصوب عليه بمليون وربع. العقوبة اللي أخذها 6 أشهر اللي احتاج اللي نصر يعني إذا صح إنه بشجعنا نصير حلو محترمين ويروح فيهن على الصين ما بيجي. لذلك احنا بعثنا رسالة في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناطق التعذيب لدولة الرئيس بضرورة تغليظ مثل هذه العقوبات. عقوبات عدة، في بعض العقوبات لغاية الآن غرامتها 5 دنانير وغيره، وكانت بالستينات. لذلك قانون العقوبات حقيقة بحاجة إلى إعادة صياغة، لابد أن يكون من الأولويات. أنا أريد أن أضرب مثال. تفضل. يا أخي تابعت قضية بعض المواطنين الأردنيين في الصين، وتصور بأن الصين اللي بتصنع كل البضاعة المقلدة بأنه تعاقب من يبيع ويعمل في البضاعة المقلدة المؤبد والغرامات بشكل كبير، وهي بتقلد. وإحنا عندنا هنا ما في، وشوف أنت قاعدين ترتكب مجازر في الدواء في الغذاء في المواصفات والمقاييس وقيس عليها في فبكلياته، وبالتالي لا يوجد العقوبة الرادعة. إذا سرقت السيارة انتبهوا لها جديد العقوبة. نعم. صح. العقوبة الرادعة هي التي تشكل الأمن والسلم الاجتماعي، وبتخلي الشخص قبل ما يفكر يرتكب أي جريمة يعيد حساباته. يعني هذا الشخص لو بعرف أنه إذا احتال واحد بعشر دنانير أو مليون دينار بده يقضي حياته أقل إشي 15 سنة، ساعتها بده يفكر بقول لك شو بدي أنا في المال طالما أني داخل الهاي. صحيح. أما قاعدين بفوتوا الله وكيله، والله معظم المحتالين يحكموا 3 أشهر. صحيح. لذلك هذه مشكلة. أتمنى عارفين وين رايحين هم. أتمنى أن يتم يعني هاي بدنا نرجع يا سيدي. أريد أن أوضح. نحن لن نكون في يوم من الأيام إلا بخدق الوطن. وبالتالي عندما أخذنا موقفنا في العربية لحقوق الإنسان بأن نؤيد ما جاء بقرار الحكومة، لأننا نؤمن أنه بقرار لمصلحة الشعب. نحن دائما ننطلق، وبالذات فإن من ثوابت أساسية اللي هي عقيدتنا الإسلامية ووحدتنا الوطنية ورمزية القيادة. وبالتالي نحن نعتقد بأن هذه خطوة صحيحة. نتمنى على الدولة أن تعود إلى رشدها في العديد من الملفات والقوانين كي تعيد الدولة ثقة المواطن بالدولة، وهو أساس الأمن والاستقرار هي العلاقة الثقة التي تبنى ما بين الدولة والمواطن. أختم معك سعادة النائب، يعني قانون العقوبات ملعب كل الكرة كمجلس نواب، لكن أيضا خاصة يعني رئيس هو بلجنة الحريات ورئيس صحيح ورئيس لجنة العمل وعضو لجنة الحريات يعني بدنا هم كلمة ختامية. تفضل سعد. كلمة ختامية. نعم. جاء على لسان زميلي أننا لن نكون إلا في خندق الوطن، وسنبقى فعلا في خندق الوطن، والوطن هو أبناؤنا وأبناؤكم وأبناء الجميع. الوطن خيانته خيانة للدين. الوطن الذي كنا نباهي فيه الدنيا في السلم الأمني الموجود داخل الأردن، وبالتالي يجب علينا أن نسعى دائما في الحفاظ على هذا السلم، وهذا ما
تم اليوم في إعادة عقوبة الإعدام. أما قضية قانون العقوبات أنا مع أي إجراء، حتى يعني في قضية سرقة السيارات هناك عقوبات قديمة جدا صحيح، يعني تشجع الجاني لارتكابها في سرقة السيارات أو في الاحتيال أو في الكذا. لابد حقيقة الأمر من إعادة النظر في كثير من العقوبات اللي يعني هي مقررة في بعض القوانين في هذا المجال. أنا أؤيد ما جاء بكلام زميلي الأستاذ عبد الكريم، وأنه لابد من فتح هذه بعض مواد الموجودة في بعض القوانين لإعادة تغليظ العقوبة. صحيح. تغليظ العقوبة يؤدي إلى إغلاقها. إذن هي مسارات عدة لابد من العمل عليها، ما بين يعني تنفيذ العودة للفضيلة يعني مصطلح الأستاذ عبد الكريم، وأيضا تغليظ العقوبة والعودة مرة أخرى لإعادة قراءة وإنتاج قانون عقوبات يتناسب مع خصوصية المجتمع والتطور اللي وصلنا له. بدي أشكرك سعادة النائب الأستاذ عبد الله عبيدات رئيس لجنة العمل بدي أبدأ فيها وعضو لجنة الحريات، اليوم ساعدنا بك وبأرائك وموقفك. كما أشكر الأستاذ عبد الكريم الشريدة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، كان معنا كم من الاتصالات، ربما سمعنا لبعض الآراء المتعددة، دخلنا في نقاش عادة عقوبة الإعدام ارتياح أردني، هذا هو الوصف الدقيق. نعم. سمحوا لنا ننهي. شكرا. إذن أعزائي المشاهدين نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله وموضوع آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.